كنتائج نرجع لهيني البراهمي. تفضل صديقي في متابعه لحضور وزير شؤون الشباب والرياضه السيد كمال الجيش معنا على ديوان اف ام. تفضل هيني تفضل. مرحبا حاتم، مرحبا بك. فيسع ناخذ معنا سيد كمال الدقيش وزير الشباب والرياضه باش نحكيو ساعه سي كمال سيد وزير على المنتدى هذا البحر الابيض المتوسط للطب الرياضي. شنو اهم المعطيات في المنتدى هذا وشنو اللي صار خاصه انت حضورك كان اليوم في اليوم الثاني والاخير؟ بالنسبه لنا مساله الطب الرياضي ككل هي مساله تهم يعني الرياضيين التونسيه بصفه خاصه، وانه عندنا مازال يمكن 8 ولا 9 شهور للالعاب الاولمبيه. تعرف انه اي مساله تهم الطب الرياضي تنجم هي تعمل الفارق في النتائج اللي حققها البطل في كافه الرياضات، الرياضات الجماعيه وخاصه الرياضات الفرديه. المخرجات بتاع الندوه هذه يهمنا، وخاصه انه الندوه هذه موجوده في تونس ومنظمينها التوانسه، ومعناتها هنالك الجمعيه التونسيه للطب الرياضي اللي قاعده تخدم في خدمه كبيره على الاخر، اللي نحن نحبوا نستثمروا الخدمه هذه باش ترجع بالصالح على الرياضيين التوانسه. باش ما عطلوكش السيد الوزير برشا سؤال والاثنين الاخرين، فقط على الملعب الطبي المهيري والمدينه الرياضيه شنو الجديد، وايضا ملعب سوسه برشا جماهير تتسائل على المواضيع هذوما خاصة تاع المنشآت الرياضية فيسع ملعب سوسة والملعب الطبي المهير. ملعب سوسة أنت تعرف اللي أنا مشيت لسوسة ما عنديش برش فهمتني، وحكينا على الكراسي اللي معناتها باش تتحط ووعدتهم أنهم باش تكون في الوقت تاعهم، ثم أنا بيل دوفر اللي ديجا تحل والحمد لله قاعدين ماشيين دونك أوني دون لي تون. بالنسبه للصفاق جاتنا بحثه كامله لوزاره الشباب والرياضه، وعملنا معناتها تفهمنا انه باش يكون بمسارين اللي يمشيوا يعني بالتوازي، المسار بتاع التوسعه بتاع الملعب وكذلك المسار بتاع الملعب الجديد. وخرجوا يعني البحث هذا خرجت فرحانه من الوزاره، رغم اللي العديد من الانظمه تقول لك لا نحبوا المدينه الرياضيه تعاود بكذا. نحن بالنسبه لنا شنو هو عندنا ديما لو سونس دي بريوريتي، لا بروميير بريوريتي هي حاجتين فرد وقت، هو مسألة التوسعة ومسألة الملعب الجديد بالنسبة للصفاقس. واضح واضح. حات كنا حابين ناخذ أكثر سيد الوزير، لكن للأسف عنده مجلس وزاري بعد تقريبا دقائق من توا، دونك معناها حاولنا لماكسيموم انه ناخذه، للاسف السيد الوزير كان مجروب برشا، ان شاء الله في فرص اخرى نحاول ناخذ اكثر معلومات على عديد المواضيع، تعرف انت عديد المواضيع خاصه في الاكتواليتي الايامات هذوما في علاقه برئيس الجامعه وايضا قانون الهيكل الرياضيه وغيره، لكن للاسف السيد الوزير كان اعتذر قبل المباشر وقال انه عنده مجلس وزاري بعد دقائق من توا. واضح، يعطيك الصحه هاني الابراهيمي، نتفاهموا اكيد الوضعيه، نعرفوا الاحترام ونعرفوا بالحق طريقة الإجابات وربما الامتناع عن الإجابة، نعرفوا موقف حساس برشا للموضوع، فيه قضاء وفيه بحوثات وفيه تحقيقات وغيره، بوتيتر يكون الامتناع عن الإجابة بتصريح في خصوص موضوع رئيس الجامعة التونسية كرة القدم وديع الجري. وراهو أيضا نعاود نذكر أنه في الندوة الصحفية لوصف جليل سيمين قال أنه أيضا ما حبش يتطرق برشا وصف جليل للموضوع نتاع القانون وغيره، لانه يقول لك الامر عند القضاء والتحقيقات متواصله وغيره. دونك نتفاهموا لهنا وعنده برشا شارج. دونك الحاجه اللي خرجنا منها الطب الرياضي مهم جدا، الطب الرياضي حتى على مستوى المشاركات وغيره، لكن كمان خرجنا ايضا بموضوع ملعب الطيب الميري. فما حاجتين سي حسام قال لك الناس ما انا خرجت فرحانه البعثه اللي كانت موجوده اون باراليل باش يمشيوا زوج مسارات التوسعه وفما ملعب جديد ان شاء الله. ما انا مش مقتنع صراحه، ومستحيل انسان معناها بعقله في الظروف نتاع البلاد التونسيه يقتنع انه في نفس الوقت باش تكبر ستاد وباش تعمل ستاد جديد. دونك مدينه رياضيه، مدينه رياضيه، مدينه رياضيه، مدينه رياضيه، مدينه رياضيه وتكبر ستاد. سعيد احنا ما قلت لك اننا حايرين في ستاد، احنا شو نقولوا احنا؟ خليه حسن النيه ان شاء الله يا اخي، كان باش تصير احنا مانيش فرحانين، احنا مطالبين ونناديو ب الانفراستركتور باش تتحسن وتولي اوموا في نيفو نتاع جيراننا. دونك بالنسبه للطب الرياضي هو احنا في تونس عندنا راهو منصب الرياده راهو في افريقيا الكل. كيفاش؟ كيفاش؟ برا شوف انت الكلوب نتاع العالم العربي الكل اوموا بنسبه 80%، شوف شكون الطبيب وشكون الكينيات وشكون كذا الكل تلقاهم توانسه. اي صحيح. زيدهم على البريباراتور فيزيك معناها كان باش تلموا الكل الرياده. دونك كيف كيف اش قعدنا احنا؟ عندنا مركز طب رياضي في منزه وعندنا واحد اخر، عندنا ديما شويه ديما